إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه المشاهد وهي ردة فعل على عمليات تسميم الطالبات الممنهجة والتي تستمر الحقيقة على مدار 10 أيام تقريبا. أرحب بضيفي عبر سكايب السيد فؤاد أبو رسالة أمين سر الجبهة العربية لتحرير الأحواز. سيد أبو رسالة السلام عليكم وتحية لك. عليكم السلام وتحياتي لك جميع الكرام. ما الذي يجري سيد أبو رسالة في المدارس في إيران وخاصة مدارس الفتيات؟ الانتقاء هو بالأساس انتقاء. سيد الكريم، إذا رجعنا إلى الوراء منذ بداية التظاهرات والمسيرات والاضطرابات التي شهدتها المدن في إيران، مدن أبناء الشعوب الذين يعيشون في جغرافية إيران ومنهم الشعب الفارسي أيضا، نرى كان في مقدمة المتظاهرين والثوريين ومن يقودون الثورة إلى الأمام هم الطلبة خصوصا وبالأخص الفتيات اللواتي كان لهن دور كبير الحقيقة. ورأينا كم فتاة تم ضربها في الشوارع وهي صوتها يصدح ولم يسكت. فالنظام الإيراني رأى هذه الفرصة مواتية لكي ينتقم، ولا مانع لديه كما قالت صاحبة المقالة أن يقتل الجميع بالكيمياوي بالسموم بأي شيء يا أخي، هو يضرب من أجل مصالحه. هو ضرب حلبشة بجميع أبنائها كلهم بالكيمياوي أثناء الحرب العراقية الإيرانية وقتل الأطفال، هاي وهذا بلد جار، كيف به لا يقتل من يقومون ضده ويهددونه ويهددون كيانه ويهددون كراسيهم؟ هو الانتقام، نعم هو الانتقام. لا لكن لماذا سيد أبو رسالة ينتقم النظام من الفتيات دونا عن الشباب؟ يعني المدارس المستهدفة هي مدارس الفتيات، لماذا الفتيات بالتحديد؟ الفتيات دائما صوتهن أعلى، لماذا؟ لأنهن طالبن بالحرية، لأنهن يطالبن بالحرية. الحرية ليس كشف الحجاب وليس أي شيء آخر، لكن هناك حرية مقتولة. هناك خرج بعض المعممين منهم يقول المرأة هي حيوانة كالبقرة، خلقها الله لنا حيوانة في البيت، فكيف تريد تكون ردة فعل المرأة إزاء هذه التصريحات وهذه النظرة الضيقة؟ الفتيات صوتهن أعلى في الثورة كان، ووجودهن ملحوظ كان، هن والأطفال أيضا منهم، إضافة إلى الطلبة الشباب وباقي فئات الشعب. نعم.